هذه أرخص مدينة ألعاب متكاملة، أكثر من 37 لعبة. سلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. وأقل الأسعار وعرض قوي جدا، خصص لكم مدة أسبوع واحد فقط إلى 11 يونيو بالتحديد في هالصالة الكبيرة جدا. واسمهم فورلاند للترفيه، وفرعهم موجود في حي ظهرة لبن على شارع عسير بالتحديد. الساعة ب39 ريال، تبون ساعة إضافية زيادة 10 ريال فقط، اكتبوا فورلاند الترفيه بيوصلكم هنا مباشرة. المدينة المتكاملة للألعاب والألعاب في السنابات القادمة. ما شاء الله، وش هالمدينة المتكاملة. أبو خالد كم لك تتواصل معي؟ 3 شهور 4 شهور. طيب 3 شهور 4 شهور. الآن الساعة ب39 والساعة الإضافية ب10 ريال. اللي بيدخل عندك هو لي أمره يأخذون شراب جديد؟ نعم، يأخذون شراب جديد ويدخل الصالة. نعم، حنا في هذا خاص فيك يا ماجد. حنا في فورلاند للترفيه، هالمدينة المتكاملة اللي بندخل على الألعاب اللي فيها، فيها أكثر من 37 لعبة، والساعة ب39 ريال، والساعة الإضافية ب10 ريال إلى 11 يونيو فقط. شوفوا ما شاء الله هالمدينة المتكاملة، وزي ما ذكرنا أكثر من 37 لعبة ومرحلة، ونمشي مع الكوار اللي تشوفونها قدامكم. هذه شاشة تفاعلية من ضمن الألعاب الموجودة عندهم بهالكوار اللي تشوفونها قدامكم. يا سلام، والساعة ب39 ريال، والساعة الإضافية ب10 ريال، يعني ساعتين ب49، وجوارب جديدة. الله يسعده إن شاء الله. أيضا هذه المدفعية للكوار هنا من ضمن الألعاب زي ما نلاحظ ونشوف قدامكم. نعم، صالة ترفيهية فيها أكثر من 37، يصعب علي أني أمر عليهم كلهم. ما شاء الله تبارك الله، فقط اكتبوا فورلان للترفيه يوصلكم مباشرة. شوفت عينكم الصالة. بعض الصالات يكون الألعاب فيها محدودة، يا زحلقة يا شيء بسيط، لا، هنا أكثر من 37 لعبة زي ما نلاحظ ونشوف قدامكم. نبي نتمشى في هالصالة اللي تشوفونها قدامكم. يا سلام، حتى المساحات كبيرة جدا، يعني ما هي بالمساحات الضيقة أو لا 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 لا. أبو خالد، جميع الألعاب آمنة؟ آمنة 100%. آمنة 100% زي ما ذكر أبو خالد، الزحاليق والمساحات الواسعة، يعني ما شاء الله احنا داخلين والمساحات جدا جدا طيبة. فورلان وسعر قوي جدا ب39 ريال فقط. صراحة عندهم تنوع كبير جدا في الألعاب، أنا طلبت منهم هالسعر، للعلم كان السعر أعلى من كذا بكثير. قال ماجد بالعادة نشوف الساعات ألعاب محدودة وأغلى من كذا. قلت أنا بسعر لهم، قال معك أسبوع تراهم يستاهلون. قال 39 ريال والساعة الإضافية ب10 ريال، والشرابات جديدة أيضا، يعني ألعاب تفاعلية للصغارين. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يا كمية الألعاب اللي في هالمدينة المتكاملة، أكثر من 37 لعبة، وزي ما ذكرنا 39 ريال فقط، والساعة الإضافية ب10 ريال. هذه أرخص مدينة متكاملة للألعاب، وموقعهم في حي ظهرة لبن على شارع عسير. هذا العرض إلى 11 يونيو بالتحديد. حنا ما زلنا في الدور الأرضي، وتنوع كبير جدا هنا، الترامبولين أيضا، لذلك هالمدينة ما هي يعني حاطين لك 9 10 ألعاب، لا 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 لا، أكثر من 37، والصغير أو الطفل ياخذ راحته في اللعب ولا يطفش، يمر من مرحلة إلى مرحلة سواء في الدور الأرضي أو في الدور الثاني. وكل هالشغل ب39 ريال، وإضافة ساعة ب10 ريال. يا سلام، هنا الألعاب التفاعلية والتعليمية والابتكارية بهالطريقة، والتركيبات أيضا اللي هنا يطلع بهالشكل ويكمل مرحلة اللعبة بشكل كامل، لذلك متنوعين في الألعاب. حتى موفرين لكم هنا ألعاب الدبابات، السيارات الكبيرة، كلها طبعا بريموت كنترول، وخيارات كثير جدا خاصة الكبار اللي تاخذ 2، أو الدبابات اللي تشوفونها قدامكم، ريموت تحكم عفوا، وأصوات تفاعلية، وكل هالشغل يا جماعة. الساعة 39 ريال فقط، والساعة الإضافية ب10 ريال. حنا في فورلان للترفيه، فرعهم في حي ظهرة لبن، وهذا العرض إلى 11 يونيو بالتحديد، خلوهم ينبسطون. وهنا موفرين لكم ألعاب التسلق، كل هالمساحة اللي تشوفونها قدامكم خاصة بألعاب الرمل، موفرينها لكم في فورلان للترفيه. هذه الصالة الكبيرة للألعاب، وزي ما ذكرنا هذا العرض مدة أسبوع واحد فقط إلى 11 يونيو
الساعة 39 ريال فقط. العلم إذا جيت واستفدت من عرض الترفيه اللي عندهم، إذا جيت الكوفي شوب وخدت أي نوع حلا بيصير عرض ثاني، قهوة اليوم بريال واحد فقط. هذا العرض، مدة العرض للترفيه لمدة أسبوع إلى 11 يونيو.